مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم احنا في احد الحدائق الموجودة في كندا. طبعا زي ما انتم شايفين الجو حلو وبدأ يتحسن، وراي النهر اسمه ريدو ريفر. بس من الشغلات اللي لاحظتها انه في كل الحدائق العامة اللي هون في شغلة اسمها انفورميشن ديسك، اللي هي وراي، اللي هي بابليك لإفريبادي، واي واحد بيقدر يجي، لانه هون في قوانين لكل حديقة. في حدائق فيها باربيكيو تقدر تسوي، في حدائق ما بتقدر تسوي فيها فاير، في حدائق فيها شغلات مثلا حمامات، فيها ما فيش فيها حمامات. وزي ما انتم ملاحظين كل اشي واضح هون، شو الشغلات اللي بتقدر تسويها باللغتين الفرنسي والانجليزي. غاد اسم الحديقة، وهون اذا بدك تدفع على الباركينج، حتى حاطين لك تيك اواي، شايفين بتقدر بقرأ عن هذا. الكلاب لازم تكون على مربوطة مش بابليك، وطبعا زي ما انتم شايفين خلفنا الحمامات. جزء من الإحسان، لأنه القوانين موجودة وواضحة ولازم الكل يعرفها، وبالتالي الكل يستفيد منها. هذا ملخص حديثنا اليوم، ونراكم. سلام.